بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فاسألوا أهل الذكر، نستضيف لكم فيها فضيلة العالم الجليل الدكتور إبراهيم أمين يعقوب من علماء الأزهر الشريف. مرحبا بكم دكتور. بارك الله فيك أستاذ محمد، أهلا وسهلا. جاءتنا بعض الأسئلة على صفحتنا على الفيسبوك تسأل عن كيفية قضاء الفوائت من الصيام ومن الصلاة. فنود التفصيل في هذا الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أستاذ محمد عبد العظيم، بارك الله فيكم وبأسرة البرنامج، وأشكركم على كريم دعوتكم، وأرحب بالسادة المشاهدين جميعا. بالنسبة للسؤال، أنا يعني فرح جدا وأشكر الله تعالى أن هناك من يسأل على أمر دينه، وأن هناك من يريد أن يتدارك ما فاته من الخيرات. الفرائض بالذات لابد وأن يعني تؤدي، يحاسب الإنسان نفسه على الفرائض. الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، أركان الإسلام دي ما فيهاش تقاعس ولا كسل. فأنا أشكر للسائل أنه اهتم بأمر دينه. من فاتته صلاة، قال أهل العلم يصلي مع كل صلاة 5 صلوات، يعني مع الصبح يصلي 5 صبح، ومع الظهر يصلي 5 ظهر، ده لو كان عدد الفوائد كتير يعني. نعم نعم. وإن استطاع أن يصلي أكثر من هذا فلا مانع، 10، 20، 30، كل على قدر ما يستطيع. طب أنا لا أستطيع 5، 4، 3، 2، أضعف الإيمان مع كل فرض. فرض تاني، أن تصلي فرضا فرض قبله فرض أو بعده لا مشكلة. يعني أنا بشوف بعض الناس في الميادين يعني يقول لك لا هو يصلي قبل مش بعد. لا، قبل أو بعد الفرائض. هو دين فتح الله، وده النبي قال كده على فكرة صلى الله عليه وسلم في أمثال هذه الأمور، أنه دين تقضيه كلما قضيت منه درهما نزل من عليك، قضيت منه درهمين نزل من عليك. فهو يقضي الفوائد حسب الطاقة وحسب قوته. عايز يصلي بالليل 5، 6، 7 أيام، 10 أيام، ما فيش مشكلة. بالنهار قدر نشاطه بقى. نعم، قدر نشاطه. يعني ينفع صلي فوائد الليل بالنهار وفوائد النهار بالليل؟ نعم ينفع. هذا دين تقضيه قدر ما تستطيع في ساعة كده. لقيت نفسك لو صلاها جهرية وصلاها مثلا بالنهار، الجهرية تقضى جهرية ولو بالنهار، والسرية تقضى سرية ولو كما بالليل كانت. نعم، زي كما هي. فالقضاء يكون على هيئة ما فاته عليه. هذا بالنسبة للصلاة. إن عجز هو مش قادر يصلي وهو قائم، يصلي وأنت جالس. بس اللي فاتني ده يصلي وأنت جالس. واحد مريض هتعمل له إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله تعالى كرم هذه الأمة حينما أرسل الأنبياء السابقين، كان يقول لكل نبي منهم ادعوني أستجب لك، وقال لهذه الأمة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنزلهم منزلة الأنبياء. حينما كان يبعث نبيا كان يقول له ما أريد أن أجعل عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة أيضا هذا الكلام، وأنزل الله هذه الأمة منزلة الأنبياء في الشهادة. فكان كل نبي يشهد على قومه، وجاء بأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم شهداء على الأمم السابقة. فمن رحمة الله أن فتح الله لنا هذا الباب، أن نقضي ما فاتنا من الصلوات قدر ما نستطيع. طيب الصيام، هل أقضي رمضان كاملا؟ يعني لازم أصوم شهر كامل كده 30 يوم وراء بعض أو 29 يوم؟ لا، ده في الكفارات، ده بقى لو كفارات. نعم، معينة فيها تتابع. لو أن واحدا التتابع يكون في من أفطر عمدا. لكن واحد ما أفطرش عمد، أفطر لأنه مسافر، أفطر لأنه مريض بأي لون من ألوان المرض، ثم عادت له صحته أو عاد مقيما بعد أن كان مسافرا، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيقضي هذه الأيام متتابعة يجوز، متفرقة يجوز، يوم ويوم يجوز، اثنين وخميس يجوز، اثنين وثلاث وخميس وجمعة يجوز، قدر ما تستطيع تقضي ما عليك. فإن عجز لا يستطيع يبقى عليه الإطعام، ففدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طعام المسكين يعني كام؟ يعني وجبتين. في بعض الناس يفتكر انه كان افطار وسحور. الله يفتح عليك، فطارك وسحورك بيكلفوك كام؟ شوف الجمال الاسلامي يا استاذ محمد، حينما يترجم تقصيري في حق الله عز وجل في صيام رمضان، يوم يقول لي طب اكل اخوك،
ايه الربط العجيب والجميل ده؟ ان ربنا بيربط العباد بالعباد، بيقول له انت لو اطعمت اخوك اكلتين انا هغفر لك صيام يوم من رمضان. بس الكلام ده على مين؟ على من افطر مسافرا غير متعمد أو مريض أو بدون عذر. اما المتعمد مش هيبقى اطعام يوم، مش هيبقى اطعام مسكين واحد، هيبقى عن كل يوم اطعام 60 مسكين. برضه يربطها بالعباد، كأن ربنا بيقول انا مش عايز منكم حاجه، انا عايزكم تحبوا بعض، حبوا بعض ودوا لبعض. ايوه انا عايزكم تعطفوا على بعض، انا عايزكم تاكلوا مع بعض. ما ينفعش يبقى انت معاك مليارات وانا مش لاقي ملاليم. هتقابل ربنا تقول له ايه؟ هتقابل ربنا تقول له ايه؟ ولذلك قالوا ما جاع فقير الا ببخل غني. ما وجد فقير الا ببخل غني. لما سيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه نشر العدل في أمته في خلال سنتين على فكرة، كان الزكاة بترجع، سبحان الله، مش لاقيين حد يدور. قال لهم طب جوزوا الشباب، قالوا خلاص كله اتجوز. قال طب اشتروا حبا واجعلوه على رؤوس الجبال حتى يعلم الناس أن الدولة الإسلامية أو الفكر الإسلامي أو الشريعة الإسلامية أو التوجه الإسلامي لا تجوع فيه الطيور. طيور. نعم هذا هو التوجه. يقولوا العيش شبعان بالكلاب، يعني الله الكلاب أكبر. نفسها تبقى شبعان. الله أكبر. فربنا بيعطف قلبنا على بعض. لو أفطرت عمدا تطعم 60 مسكينا. طيب لو أفطرت لأنك مسافر أو لأنك مريض يبقى عدة من أيام أخر متتابعة أو غير متتابعة، كل هذا جائز. طب ما قدرتش يبقى يطعم عن كل يوم مسكين وجبتين، فطار وسحور، كأنك تكفيه هذا اليوم وبهذا يكفر الله تبارك وتعالى. لكن لو الإفطار كان بسبب جماع بقى، هذا من الإفطار العمد، أو أكل عمدا أو شرب عمدا، هذا من الإفطار العمد. يعني الذنب واحد؟ لا طبعا، هو ما دام كفر يبقى إن شاء الله يغفر الله له، لكن الثواب يفترق. الذي أفطر لأنه مريض أو لأنه مسافر أو عطش ثوابه كامل، ثوابه كامل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا مرض عبدي أو سافر فاكتبوا له مثل ما كان يعمل في صحته وإقامته. واحد كان متعود يصوم 100 ركعة، يصلي 100 ركعة، فجاءه المرض فأقعده فلم يستطع أن يصليها، كأنه صلى، يأخذ الأجر كامل. واحد يعني السفر يعني خلاه يقصر في بعض أوراده، يأخذ أوراده كأنه أداها كاملة، لأنه لو كان قاعد كان أداها. أحسنت، لأنه يتعامل مع كريم. أما المتعمد نقول له لا مالكش بقى، لأن أنت تعمدت هذا. طب كفرت إيه؟ أن تطعم 60 مسكينا أو أن تصوم 60 يوما. إن فعلت هذه الكفارة كفر عنك الذنب، لكن هل يأخذ ثواب رمضان؟ لا يكفيه صيام الدهر كله وإن صامه. لأن ربنا لما جاي يتكلم عن رمضان يا أستاذ محمد قال أياما معدودات، ده أنا منقطهم ومختارهم اختيار كده، أيوة منقيهم تنقية. ولذلك أغفل الله الأمم السابقة لبعدها عن الله عن شهر رمضان واختاره لهذه الأمة، فكان من ضمن اصطفاء الله لهذه الأمة وفضل الله عز وجل على هذه الأمة، مش عشان سواد عيونها، لا عشان حبيبها، عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لمكانته عند الله. فلشرف مكانته عند الله شرف الله أمته لشرفه صلى الله عليه وسلم عند ربه، فاختار لنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وبعدين يجي يقول أياما معدودات، اوعى تفوت يوم منه، ما تفوتهمش. ولذلك سبحان الله حتى الناحية النفسية قضاء رمضان غير، لا غير خالص، غير صيام رمضان خالص. حاجة حتى الحاجة النفسية الفطرة الإسلامية، ده المفطرين نفسهم بيحسوا بالروحانية دي، ده غير المسلمين كمان بيحسوا بروحانية. نعم رمضان. وهنا نذكر لبعض إخواننا النصارى الحقيقة فيهم ناس مؤدبة جدا، يمتنع عن التدخين والأكل والشرب، ولا يرضى يشرب سيجارة قدامك، ولا يرضى يأكل قدامك، ولا يرضى يفطر قدامك. إيه ده؟ أهو هي دي مصر يا حبيبي. لكن الكاذب الغادر الفاجر المفتري الجاسوس العميل الذي يريد أن يحدث فتنة بيننا وبين المواطنين في مصر ما بين المسلمين والنصارى، هذا ينبغي أن يعاقب، دخيل شيء دخيل، يعاقب بتهمة الخيانة العظمى الذي يريد أن يحدث هذه الفتنة. لأن الفتنة دي مش موجودة عندنا، لا في عقيدتنا ولا في شريعتنا ولا في أخلاقنا ولا حتى في طبيعتنا. أنا كان لي جار كان فعلا ما بيحطش السفرة إلا ساعة
الله أكبر. المدفع الله أكبر. وما يأكلش طول النهار. طب وحد ده حد وقف له بسكينة ده ولا بسيف ولا ما، إنما هي الآداب والأخلاقيات المتعارف عليها. فالذي فاتته صلاة لابد وأن يقضيها، والذي فاته صيام حتى ولو مات. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ده بإجماع العلماء. طب الصلاة؟ لا، دي اختلف العلماء. جمهور العلماء على أنه لا يصلي أحد على أحد عن أحد، لكن يرى سيدنا عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة وفريق من العلماء أنه يصلى عن الميت لو فاتته صلوات، فتوزع على الورثة، الأب ياخد سدس للصلوات والابن ياخد. ورأي له وجهته برضه. نعم نعم نعم، وأنا أقول به، وأنا أقول لأن باب رحمة مفتوح للأموات، ليه نقفله؟ افرض إحنا صلينا عن الأموات 100 يوم ولا شهرين ولا سنتين ولا 10 سنين ولا 15 سنة وما خدهمش المتوفى، هيضيعوا علينا؟ لا، مش هيضيعوا، إحنا هناخد ثوابهم. هو اللي بيصلي نفسه هياخد بس الأجر. إحنا هناخد ثوابهم، فما دام هناك باب للرحمة لا نغلقه. بس طب ما أنت قلت الجمهور يا أخي، أنا بقول لك للأمانة العلمية. الأمانة العلمية تقتضي أن أقول لك في رأي بيقول كذا وفي رأي بيقول كذا، لكن أنا كشخص وقد يكون الصواب في جانب هؤلاء. قد يكون الصواب في جانب واحد فقط. جانب واحد، يعني العملية مش بالأكثرية. بالضبط، مش بالأكثرية. ثم بباب الرحمة، هو أنا لما حصلي عن متوفى ذنب؟ لا مش ذنب، طاعة؟ طاعة. طب أنا هعمل الطاعة إن لم يقبلها الله للمتوفى فأنا حقيق بها. أنا حصلي فرض الظهر عن فلان، اللهم أوصل ثواب هذه الصلاة لفلان، أو أقول مثل ثواب ما وصلتهوش، حضيع علينا؟ لا، لا. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني والله العظيم أنا رؤوف رحيم بيكم. فيجي فلان يقول لي لا ما تصليش، أقول له لا شكرا أنا حصلي. ازاي تقول لي ما تصليش؟ انا ببدا رحمه فتح لابي او لامي او لزوجتي او لابني، هو ما كانش مدرك، كانت الدنيا واخداه، كان الشيطان ضحكان عليه، كانت نفسيته شويه، خليها نسبه بسيطه في القبول يا اخي. امشي وراها. نعم المشكلة. نعم، امشي وراء هذا. لو واحد بيعمل عمليه بقول له نسبه الشفاء من 10% بيروح يعملها فمن باب اولى الامور الدينيه، خاصه المتوفى ده بيبقى متنشأ على حسب ومش عارف يقول. مشكلة انه مش عارف يقول. فانا خليني بقى وراء عبد الله بن عمر رضوان الله عليه ومع من رأى هذا من الصحابة أن الميت يصلى عنه ما فاتته من الصلوات. ممكن يكون هو كان حابب يصلي بس يقول لك طب بس أوصل لعشرين سنة، طب بس أعتمر، طب لما أتجوز، طب لما أخلف، يعني كان في نوع من التسويف، لكن هو مقر بهذه الصلاة ومعترف بها. فإذا مات انقطع عمله المكلف به، لكن لم ينقطع أجره، لم ينقطع أجره، بدليل أن أنا بصوم عنه، بدليل أن أنا بحج عنه. والحج أعمال بدنية وأعمال مالية. وإذا كان الوالد الصالح بيدعو له ما الصلاة دعوات برضه. أحسنتم. فأنا في الحج في أعمال مالية، وده متفق عليها بين أهل العلم أنها تصل. الأعمال البدنية زي الصلاة هي دي المختلف فيها. قالوا لهم طب ما الحج جمع الاثنين. والعلماء قال ينفع نحج عن المتوفى، خاصة لو وصى فيها حاجات بدنية وحاجات مالية. ما أنا بقى بعد مطوف، ما هو ده أعمال بدني، هو أعمال بدنية، بطوف هو، والسعي أعمال بدنية، والوقوف بعرفة أعمال بدنية، والصلاة الركعتين بعد الإحرام أعمال بدنية، وصلاة الركعتين بعد الطواف أعمال بدنية. بس يمكن في الحج أقدر أنيب عني حد أو أدفع لحد يعمل، لكن الصلاة لا. لا، أنا إحنا ما قلناش يدفع، إحنا بنتكلم على اللي مات. الذي مات وعليه صلاة، هذا نرحمه لا نغلق عنه هذا الباب، لأنه باب مفتوح للخيرات. فإذا لم يثب به هو ولم يؤجر به هو، أجر به الحي، والله عز وجل لا يضيع إيمان الناس ولا عباداته. في أقل من دقيقة عايزين نعرف الحدود بين الزوجين إذا كان في صيام، سواء كان صيام واجب أو صيام تطوع. ده الحدود بين الزوجين دي عايزة 100 سنة. لا، ناخد لمحة بسيطة وبعدين بنخصص لها حلقة. يعني هو الناس على هذا أنماط. هناك فارق بين الشاب المتقد الشهوة وبين الشيخ الكبير اللي عنده 70 سنة ولا 80 سنة ولا، يعني الأمور إذا كانت هادئة عند الرجل الكبير كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لكن ليس في الهم، قبل على الخد، على الجبين، على لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت
كان يقبل وهو صائم، ولكن أيكم أملك لإربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي يقدر يمسك نفسه؟ أيوة. يبقى إذن هي أحوال. الشاب اللي هو لسه متزوج نقول له لا يا عم خليك إيه، خليك في أوضة تانية خاصة كمان، لما يبقى صيام فريضة. لا خلي يعني الدنيا كده بقى، اشتغل اقرا قران، سلام عليكم يا اختنا الكريمه كده، بعيد بعيد كده. عشان بس تضمن السلامه، لان الامور دي الراجل جه للنبي قال له هلكت يا رسول الله، هلكت، شوف الايمانيه. قال له ايه؟ قال وقعت على زوجتي في رمضان. فانت ما تقربش بقى من الدنيا خطوه خطوه وبعدين تقول لي لا. كل واحد ادرى بنفسه، كل ادرى بنفسه، ولكن السلامه اولى حتى يصح لنا صيام رمضان او صيام حتى النافله اللي احنا بنصومه حتى يتقبل عند الله. وبعدين قدامك الليل يا عم، وبعدين معك الليل كله. تفعل ما تشاء، والاحتياط في العبادات اولى. شكرا فضيله مولانا، بارك الله فيكم. احبتنا الكرام، في نهايه لقائنا هذا نشكر ضيفنا العزيز فضيلة العالم الجليل الدكتور إبراهيم أمين يعقوب من علماء الأزهر الشريف، شكرا لفضيلتك. ونشكركم أحبتنا، ونلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة أخرى جديدة وموضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.